السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شخصية المخترع المشهور نيكولا تسلا. ولو أنت أول مرة تسمع عن المخترع ده فصدقني يا صديقي العزيز أنت فايتك كتير جدا. وفي الفيديو ده بعد ما هنتكلم عن القصة بتاعته وهنشوف التاريخ اتكلم عن الراجل ده ازاي، وهل فعلا زي ما بيقول التاريخ واحد زي إديسون اللي هو مخترع المصباح سرق الابحاث بتاعت نيكولا تسلا فعلا زي ما في بعض الناس بتقول ولا لا، وهل تحليل الشخصيه بتاع الشخصيتين دول مطابق للكلام اللي اتقال في التاريخ ولا لا. لو انت اول مره تتفرج عليا ومش فاهم يعني ايه تحليل شخصيه الاثنين دول، احب اعرفك بنفسي. انا اسمي هادي جنيدي، انا اخصائي قراءه وجوه عن طريق علم اسمه علم الفراسه. علم الفراسه باختصار شديد هو ان انت تقدر تحلل شخصيه اي بني ادم من الملامح بتاعه الوجه بتاعه، يعني تبص في وش اي حد تعرف شخصيته عامله ازاي. لو مش مقتنع بالكلام ده او اول مره تسمع عن حاجه زي كده، ابحث في اليوتيوب براحتك، ادخل على موسوعه ويكيبيديا، ممكن ان انت تشترك في القناه وهتفهم بالظبط انا بتكلم في ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينه، ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، وطبعا ما تنساش ان انت تصلي على النبي. ويلا بينا. نيكولا تسلا باختصار شديد كده بيسمى ابو الروبوتات وصاحب نصيب الاسد في انه اخترع الراديو الليزر والتيار المتردد، فهو يصنف من افضل او من اهم مخترعين القرن العشرين. اتولد تسلا تحديدا في 10 يوليو من سنة 1856. والده كان بيشتغل كاهن ارثوذكسي في الكنيسة يعني، ووالدته ربة منزل، وطبعا هو جنسته كرواتية يعني من كرواتيا صربي يعني. كبر تسلا في المدرسة وكان عايز يدخل كلية الهندسة، ولكن والده كان مصر ان هو يشتغل في الكنيسة، وهنا تسلا قرر ان هو يحاول يعمل حركة كده، فادعى ان هو عنده مرض الكوليرا. واعتقد ان في الوقت ده الكوليرا ما كانش ليه علاج، واعتقد برضو ان هو مرض معدي والله اعلم. المهم ان بسبب ادعاءه للمرض ده والده قرر ان خلاص انا مش هوديك الكنيسة، روح في الحتة اللي انت عايزها. وهنا تسلا راح فعلا لكلية الهندسة. نستنتج ايه بس من الحتة دي؟ ان تسلا هنا عنده قدرة على الاقناع، او عنده قدرة على اللف والدوران. دي حاجة من الحاجات المهمة اللي نخليها في ذهننا عشان لما نيجي نحلل الشخصية. وليه انا بقول نخلي بالنا واحنا بنحلل تحليل الشخصية؟ عشان احنا عايزين نشوف هل التاريخ مختلف عن تحليل شخصية الرجل ده ولا لا. طيب تسلا ما كانش مجرد تلميذ عادي، على فكرة هي مدرسة الهندسة مش كلية الهندسة، سوري أنا أخطأت يعني، ما كانش تلميذ عادي في المدرسة، كانت المسألة مثلا اللي أصدقائه بيحلوها بصعوبة هو يحلها كده، يعني مثلا كانت المسائل اللي ليها علاقة بالتفاضل والتكامل، التفاضل والتكامل أنت محتاج تقعد تكتب كده في الورقة كتير وتعمل رصة كده تحت بعض عشان تعرف توصل للنتيجة، هو كان بيحلها من غير ورقة أو قلم أصلا، لدرجة إن المدرسين بتوعه كانوا دايما بيتهموه بالغش، لأن مش مقتنعين إن ممكن يكون في شخص بهذا الذكاء الخارق. وفي وقت أقل من الطبيعي تسلا جات له منحة دراسية في جامعة كراتس النمساوية في ألمانيا يعني. ورغم العبقرية اللي فيها تسلا إلا إنه لما راح الجامعة كان دايما في خلاف بينه وبين أساتذة الجامعة اللي موجودين، كانوا في بعض الأحيان بيعتبروه إنه هو بيغش بسبب إنه هو بيحل المسائل بسرعة، كانوا بيعتبروا إنه هو ليه معتقدات غريبة وغير منطقية، دي ممكن نكتشف منها ان هو بيفكر بره الصندوق على فكرة. المهم ان في السنة الثانية فقد المنحة الدراسية، فقدها يعني ما بقاش بيتعلم في الجامعة مجاني، لا هيتعلم على حسابه. طيب في السنة الثالثة رفض ان هو يدخل الامتحانات، ولكن ادارة الكلية او ادارة الجامعة رفضت ان الامتحانات بتاعته تتأجل، لا لازم تدخل الامتحان ولو ما حلتش او سقطت تعتبر راسب. وهنا عشان ما اطولش عليكم باختصار شديد كده، المهم ان هو ما كملش الجامعه، لكن طلع منها بدرجه علميه، وهنا دخل في اكتئاب شديد وابتدى ان هو، خلي بالكوا دخل في اكتئاب شديد، اذا الشخص ده ينفع يصنف حساس لان القرار كان بمزاجه اصلا. خلونا بس نكمل. وهنا للاسف ابتدى ان هو يلعب قمار ويشرب خمور، وابتدى اللي هو حياه العربده دي يعني. وفجاه فوجئ بخبر وفاة والده، ووفاة والده ده كان بالنسبة له يعني بمثابة انذار كده للي هو فيه. ما هو خلي بالك هو من عيلة متدينة، ففكرة ان ممكن البني ادم يموت في اي وقت وكده، فقرر ان هو يرجع يدرس في جامعة كارلونا، وفعلا اتخرج من الجامعة واصبح مهندس كهربائي ميكانيكي، او مهندس كهرباء وميكانيكا، مش عارف ايه كهرباء ميكانيكي دي. وفي سنة 1881
تسلا بدأ خطواته الأولى في حياته بأنه اشتغل في شركة بودابست للبرق، البرق اللي هو البرق والرعد يعني. أيوة زي ده كده. وطبعا واحد زي ده ما كانش طموحه أنه هو يكون موظف عادي، لا هو كان شايف أنه هو يقدر يفيد البشرية كلها باختراعات وأفكار، عشان كده قرر أنه هو يسافر الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هدفه الأساسي في السفر لأمريكا أنه يقابل العالم المشهور والقدوة بتاعه في الوقت ده، توماس إديسون اللي هو مخترع المصباح الكهربائي. وهو في شركة بتاعة البرق دي، في شخص هناك كان صديق لإديسون، الشخص ده ادى لتسلا جواب، فهو الجواب ده اللي سافر بيه. وعلى كلام إديسون ان صديقه ده قال له انا اعرف 2 عظماء في هذا العالم، انت يا توماس إديسون والشخص اللي جاي لك وماسك الجواب اللي انا كتبته له، اللي هو طبعا يقصد تسلا. فهنا إديسون ابتدى يهتم بتسلا، قرر ان هو يعينه عنده. وهنا تسلا في الشركة بتاعت إديسون ابتدى النبوغ بتاعه يظهر والابداع اللي عنده يزيد، فابتدى ان هو يضيف اضافات كتيرة جدا للاختراعات بتاعت إديسون. ومش بس كده، الشركة في الوقت ده حصل فيها عطل كهربائي وما كانوش عارفين يحلوه ازاي. تسلا عرض على توماس إديسون ان هو ممكن يصلح المشكلة دي، ومش كده وبس، وقال له كمان ده انا هصلح لك الكهرباء اللي موجودة في الشركة وهخليها تشتغل بكفاءة اعلى. هنا توماس إديسون قال له لو عملت كده انا هديك جايزة قدرها $50,000. طبعا ده كان رقم يعني سنة 1881. وبعدها بست شهور وكان كل يوم بيشتغل 18 ساعة. وهنا نيكولا تسلا راح لإديسون وقال له فين الجايزة اللي انت وعدتني بيها. الغريبة هنا ان توماس إديسون رد عليه قال له لا يا صديق العزيز، دي مزحة امريكية، انت شغال في الشركة فمن الطبيعي ان انت تحاول تساعدنا وتكبر الشركة وهكذا. طبعا تسلا في الوقت ده اتضايق جدا وراح ساب الشركة فورا. في الوقت ده كان العالم كله معتمد على التيار المستمر. بصوا كمعلومة صغيرة كده، التيار المستمر اللي هو زي الحجارة، عارفين الحجارة، الحجارة القلم او الحجارة الكبيرة، إيفريدي وباناسونيك مش عارف ايه الحاجات دي، الحجارة اللي هي بتتحط في اللعبة، الحجارة دي لو انت حطيتها بالمقلوب اللعبة مش هتشتغل، لان التيار المستمر باختصار شديد كده لو انت قلبته الحاجة تشتغل بالمقلوب. لكن التيار المتردد ينفع في حاجات كتير، لان التيار المتردد من المميزات اللي فيه هو بيشتغل ويفصل، فحتى لو انت قلبت الموجة بمكان السالب هيشتغل عادي مش هيحصل اي مشكلة. زي النور بتاع البيت كده، لو انت دلوقتي الفيشة بتاعت التلاجة حطتها بالمقلوب، التلاجة بدل ما بتسقع هتسخن مثلا، لا مش هيحصل. ليه؟ لان ده التيار اللي موجود في البيت تيار كهربائي متردد. في الوقت ده ما كانش فيه غير التيار المستمر بس هو اللي موجود في العالم كله. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. وفي سنة 1888 يحصل تسلا على براءة اختراع التيار الكهربائي المتردد، وده في الوقت ده كان طفرة حرفيا. انتم متخيلين إديسون دلوقتي شكله عامل ازاي؟ المخترع المشهور، مخترع الكهرباء، الناس كلها عمالة تتكلم عنه، الناس عايشة على حسه اصلا من وجهة نظرهم. فجأة كده البساط يتسحب من تحت رجله بسبب واحد صربي وفي العشرينات من عمره. اكيد عملية يعني تضايق، بس انا شايف يعني ان ربنا ردها له بصراحة، عشان حكاية $50,000 اللي وعدوا بيها وما ادهالوش. طيب ما علينا. فهنا قرر إديسون ان هو يعلن الحرب على تسلا. خلي بالكم هكذا شركاته ممكن تبتدي تخسر ملايين الدولارات، فقرر ان هو يعلن الحرب. والحرب دي اعلاميا سموها حرب الترددات. وهنا إديسون يعني فكر في فكرة كده ان احنا نستخدم التيار المتردد في الاعدام. عارفين الكرسي الكهربائي، هو عايز يعمل رابط بين الناس بين ان التيار المتردد ده حاجة شريرة ليها علاقة بالاعدام والقتل والبتاع، انما التيار المستمر جميل ولطيف. ده مش كده وبس، ابتدى ان هو يدفع فلوس لناس علشان يستخدموا التيار المتردد بان هم يصعقوا بيه الحيوانات في الشارع. خلي بالكم التيار المستمر ما يكهربش، يعني البطارية بتاعت العربية اللي هي العربية اللي انت بتركبها، لو انت حطيت صباعك الاتنين كده على البطارية مش هتتكهرب، لكن التيار المتردد هو اللي بيكهرب بسبب الذبذبات بتاعته. فعشان كده إديسون ابتدى يعمل الحركة دي علشان ينشر الوهم بان الطاقة دي شريرة وضارة وهكذا. وهنا تسلا رد بمنتهى البساطة، وهو انه أضاء معرض كولومبيا اللي موجود في شيكاغو بالكامل. انت متخيل إديسون العالم كله او المدينة كلها، ما كانش لسه في عوالم في الوقت ده، المدينة كلها او امريكا كلها بتنور او بتشتغل بسبب الحاجة اللي هو اخترعها.
فجأة كل ده بيتسحب ولا ده أفضل بكتير في الإضاءة ولا زي ما حكيت لكم. في نقطة هنا مهمة، بصوا أي طيار كهربائي بالمسافات بيفقد يعني الكهرباء اللي فيه بتقل، فالفرق هنا بين الطيار المستمر والطيار المتردد أن الطيار المتردد ممكن يتركب له محولات، فالطيار لما بيقل ممكن أن أنت تعليه تاني عن طريق المحول، في الطيار المستمر الكلام ده صعب جدا. فإذا الطيار المتردد في تنوير المسافات يعني المسافة لما تكون بعيدة عن المحول الكهربائي في الطيار المستمر ده هيكون غالي جدا علشان تعمل حاجة زي كده، في الطيار المتردد هيكون أرخص بكتير، فإذا هو أفضل في تنوير المدن والمعارض وهكذا. طيب هي المشكلة إيه هنا في إدارة الفكرة هنا إن هو عدد المصابيح اللي كانت موجودة في معرض كولومبيا كانت أكتر من اللي موجودة في المدينة كلها، لأن الطيار المتردد مش محتاج طاقة قوية للإنارة زي الطيار المستمر، فدي اللي خلت الناس فعلا تحس إن الطيار المتردد أفضل بكتير من الطيار المستمر في الإنارة مثلا. وكمل صديقنا تسلا القصة بتاعته، وسنة 1895 اخترع أول مولد كهربائي مائي، يعني بيولد طاقة عن طريق المياه اللي هي الكهرومائية. والمحطة دي نورت مدينتين كاملين، نيويورك وبافالو، ومن الوقت ده أصبح نظام الطيار الكهربائي السائد في القرن العشرين هو الطيار المتردد. من ضمن الحاجات اللي عملها تسلا انه سجل 300 براءة اختراع، 39 من ال 300 براءة اختراع دول كان في سنة واحدة. ومن ضمن الحاجات اللي عملها كانت غريبة في الوقت ده انه صنع مركب في المية كده، المركب ده ممكن ان انت تحركه عن طريق الموجات الكهربائية او الموجات الكهرومغناطيسية اللي هو الريموت كنترول يعني بتاعنا دلوقتي، بس الريموت كنترول اللي هو اللي بأريال مش الانفراريد بتاع التلفزيون. ومش بس كده، عمل برج، البرج ده بيستخدم الترددات الكونية اللي موجودة عموما لنقل المعلومات اللي هي الابراج بتاعت الشبكات بتاعت المحمول حاليا يعني دلوقتي. ده غير بقى الافكار الغريبة اللي هو كان بيقولها اللي كانت في الوقت ده الناس ما بتصدقهاش. يعني مثلا هو قال ان هيجي وقت على البشرية ان الناس هتبتدي تكلم بعض، واحد قاعد في دولة والتاني قاعد في دولة تانية. طبعا في الوقت ده كان الكلام ده مستحيل، اللي هو التليفون او المحمول دلوقتي. اتكلم برضو ان هيجي وقت الناس هتقدر ان هي تركب طيارات او طيارات هتقدر تطير في الجو بدون طيار، برضو في الوقت ده كان مستحيل. وبرغم كل ده كان بيعاني تسلا، ما بيعرفش يتعامل مع الناس، بيقعد دايما يفكر في الجرائم. خلي بالكوا الكلام اللي انا بقوله ده معناه انه ثقته في الناس قليلة، علشان لما نيجي نحلل نقدر نستنتج شكل الوجه صح. كانت بتجيله هلاوس كتير والارقام تقعد تظهر كده قدام عينيه وهو بيفكر فيها باستمرار، اللي هي حاجة اسمها تواصل التفكير، دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. من التحليل هنطلع كل الحاجات دي ان شاء الله. وفي الوقت ده كان مقرر ان هو كل تفكيره وحياته كلها تنصب على البحث العلمي بس، ما عملش شركات ولا عمل اي حاجة على فكرة. علشان كده سنة 1943 تسلا مات وحيد وفقير. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا، تسلا في الوقت ده كان موجود معاه أديسون في العصر ده يعني، وكان موجود ألبرت أينشتاين. اشمعنى توماس أديسون احنا درسناه في المدرسة ومفيش حد تقريبا مثقف ما يعرفوش، اشمعنى أينشتاين مفيش حد برضو ما يعرفوش، حتى اللي مش مثقفين اصلا ما يعرفوهوش، طب اشمعنى تسلا في ناس كتيرة جدا ما تعرفوش، اشمعنى ده تحديدا اللي التاريخ ما اتكلمش عنه بوضوح زي الناس دي؟ مع العلم ان من اختراعات تسلا اللي يمكن اتكتم عليها كتير انه اخترع برج، البرج ده اي حاجة بتكون في المجال بتاعه بتشتغل بالكهرباء. في نظرية بتقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، البرج ده غير النظرية دي تماما. ومع العلم برضو ان ربنا بما انه خلقنا وخلق الارض والحياة اللي احنا فيها، فاكيد الموارد اللي موجودة في الحياة تكفي عدد السكان ايا كان، غير الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. هل التعتيم ده متعمد ولا هي مجرد صدفة؟ طيب مبدئيا كده في معلومة لازم نكون عارفينها، والمعلومة دي يمكن هي اللي خلت ناس كتير تبتدي تتكلم في المؤامرات العالمية والماسونية والجو. نيكولا تسلا كان شخص مسيحي، والده كان كاهن في الكنيسة، إذن الشخص ده يصنف شخص متدين. لو لاحظت كده هتلاقي ألبرت أينشتاين الديانة بتاعته كانت يهودية، توماس أديسون كانت الديانة بتاعته يهودية، معظم العلماء المشهورين وبيكملوا، انا بقول معظم عشان ما حدش يكتب لي في التعليقات مع احمد زويل مسلم، واللي اتكلم عنهم التاريخ هتلاقيهم دايما ديانتهم يهودية. طيب
اشمعنى؟ ده سؤال انا مستني ردكم فيه في التعليقات. اشمعنى الشخص المتدين المسلم، الشخص المتدين المسيحي، اشمعنى النوعية دي من الناس التاريخ ما بيكبرهاش؟ ممكن يكبروا في دينه فقط، لكن اي حاجة تاني لا. طيب مش هنطول في الجزئية دي، بس مهم جدا ان انتوا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. خلونا نحلل بقى شخصية نيكولا تسلا، وخلونا نحلل، لا خلي نيكولا تسلا هنا، وخلونا نحلل شخصية توماس إديسون، ونشوف الشخصية دي عاملة ازاي والشخصية دي عاملة ازاي. تعالوا نصلي على النبي تاني ويلا بينا. طيب مبدئيا كده بصوا، انا جايب صورة لنيكولا تسلا وهو كبير في السن، وجايب له صورة وهو صغير. طبعا احنا اتفقنا الوجوه اللي بتكون بالمنظر ده وده وهكذا ما نقدرش نجيب اطار الوجه بشكل دقيق، ولا حتى برضو الوجه ده، بس يعني هنحاول نستنتج على قد ما نقدر شكل الوجه من تفاصيل الوجه. يعني مثلا هنا ايه، هنا واضح جدا. طيب وهنا بقى ده عم ايه، توماس اديسون، وانا جايب له صورة كبيرة. يا ساتر يا رب. طيب تعالوا كده ايه، ندخل بالراحة كده. طيب في القصة كده كانت الحاجات الواضحة جدا مع نيكولا تسلا ان هو كان عنده قدرة على الاقناع عالية. طيب مين من الوجوه عنده قدرة على الاقناع عالية؟ الوجه المثلث، والوجه ده قريب جدا من المثلث. اذا الشخص ده ينفع اطار الوجه بتاعه مثلث، ماشي. طيب تعالوا كده نشوف الصورة فين. في صورة هنا واضحة شوية. الصورة دي، الصورة دي برضو واضح جدا ان الوجه بتاعه مثلث. طيب يا عم ده مثلث ولا دلو؟ بص هقول لكم على حاجة، دي معلومة كده لازم تعرفها. الوجه الدلو، احنا اتفقنا ان الشخص ده في غالبية الاحيان شخص بتاع علم وبيفكر في علم. الوجه المثلث شخص وصولي بيحب يوصل للي هو عايزه بسرعة. وطبعا الشخصية دي تركب جدا على القصة اللي احنا حكيناها، في انه بفكرة ان اسمه ايه ده، اديسون لما وعده بال50,000 دولار، واديسون شكله من اكيد الحواجب بتاعته كثيفة. النوعية اللي بيكون حواجبها كثيفة دي عندها قدرة على التفاصيل وشخصيتها قوية، فهو فاهم نيكولا تسلا كويس، فراح غرره بالفلوس. ما هو مش اي حد هيتغرر بالفلوس، لكن هو عارف ان 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 تسلا وصولي وعايز يوصل بسرعة، عشان كده غرره بالفلوس. اذا بناء على القصة كده الشخصية بتاعت نيكولا تسلا هو شخصية وصولية متسرعة، اللي هو الوجه المثلث. الوجه المثلث من ضمن الحاجات الاساسية اللي عنده ان هو عنده احلام كتير جدا وعايز يحققها في اسرع وقت ممكن. وزي ما اتفقنا من ضمن الحاجات اللي عنده ان هو عنده قدرة على الاقناع عالية، لما ضحك على والده وقال له انا عيان بالكوليرا وثبته. طيب جميل جدا. النقطة اللي انا كنت عايز اقولها بقى، الفرق بين الوجه المثلث والوجه الدلو. الوجه الدلو حجمه بيبقى كبير، يعني مثلا دكتور زي مصطفى محمود حجم راسه كبيرة، النوع ده من الناس فعلا بيفكر في علم، بيكون مثقف، احتمال تكون من كتر المعلومات دماغه بتكبر ولا حاجة مش عارف. لكن الوجه المثلث وشه دايما بيبقى صغير. وعلى فكرة عود نفسك على الحكاية دي، اي حجم راس او وجه يعني تلاقي حجمه صغير، النوع ده من الناس بيحاول يستغل الظروف عشان يعمل اللي هو عايزه ويوصل، وبيكون عنده قدرة على الاقناع عالية وكده. يعني بيبقى فيه صفات من صفات الوجه المثلث حتى لو كان الوجه بتاعه مش مثلث، فعشان ما تتلخبطوش بس في الحته دي. لو اسمه ايه ده، لو نيكولا تسلا وجه مثلث، طيب برضو ما يفكرش في العلم؟ لا، ما هو الدقن بتاعته هنا مستقيمه، فالنوع ده من الناس بيحب القراءه وهكذا، ويعني بيبقى عنده علم شويه وتفكيره قريب جدا من الدلو في حته المعلومات. طيب من ضمن الحاجات اللي عنده، بص الحواجب هنا هتلاقيها شبه ملحومه. النوع ده من الناس بيكون حساس جدا، بيكون عنده خصوصيه عاليه، عشان كده هو زعل جدا على والده. الحواجب هتلاقيها قريبه جدا من العين. النوع ده من الناس ماشي ودود وعشري وكل حاجه، بس الفكره ان هو عشمه في الناس زياده. كل الحاجات دي تؤكد ان الشخص ده عايز يوصل بسرعه ومصدق ان هو هيوصل بسرعه. من النقطه الثانيه بص كده، عينه هنا في مثلث هنا، شايفين عامله ازاي؟ بصوا انا همسحها كده علشان ايه تشوفوها، واكبرها لكم شويه اهو. شايفين المثلث ده؟ المثلث لما يكون في نص العين، يعني الحته دي كده الحته دي كده، الشخص ده بيكون مادي بيحب الفلوس. لكن المثلث اللي في طرف العين ده كده يعتبر مثلث. الزاويه هنا نازله كده والزاويه دي عامله كده، فتعتبر الحته دي مثلث. النوع ده من الناس احنا اتفقنا قبل كده ان هو بيكون عنده احتياج للفلوس، يعني اعتبر كده ان مصاريفه اكتر من الايرادات اللي داخلاله، فهو بيحب الفلوس لكن مش مادي. لكن السمه دي لو موجوده في الوجه المربع مستطيل،
فاكرين انتوا الوجه المربع مستطيل اللي اتكلمت عليه ان هو دايما شخص مادي؟ مش عايز اتطرق لحتت بعيده بس يعني في ايجاز كده. الوجه المربع مستطيل ده شخص بيحب الفلوس وبيحب الشهره، بس انا حللت حد قبل كده كان وجهه مربع مستطيل، لا ما بيحبش الفلوس خالص ولا في دماغه الشهره اصلا. الشهره احنا بنعرفها منين؟ الودان بتكون موجوده في النص، اللي ودانه بتكون راجعه لورا. النوع ده من الناس بيحب الظهور، فبالتالي لو وجهه مربع مستطيل فهو اكيد هنا بيحب الشهره. طيب الحاجه المربع مستطيل بيحب الشهره وبيحب الفلوس، اي حاجه في الوجه ليها علاقه بالفلوس لو موجوده عنده الشخص ده مادي على طول. يعني عين مثلث كده كده مادي طبعا، عين زي دي احتياجه للفلوس هيبقى مادي، شفايف كريمه اكيد مش هيبقى مادي، بس لو رفيعه هيبقى مادي، شحمه اذن طويله شخص بيهتم بتامين المستقبل ماديا لو في المربع مستطيل يبقى مادي. اي حاجة ليها علاقة بالفلوس مش موجودة الشخص ده مش مادي، ما اقدرش هنا اتهمه بده. الانف على فكرة الادارية بيكون عنده قدرة على الادارة المالية، الوجه المربع مستطيل لو في الحتة دي تقول عليه مادي برضو، الوجه الوحيد اللي يتقال عليه مادي بسبب الحاجات دي. وطبعا المربع مستطيل معين نفس الفكرة برضو، لكن البيضاوي الدائري المثلث المربع المستطيل اي وجه من الوجوه التانية السمات دي ما تدلش على انه مادي. مادي بنعرفها من العين اللي هو المثلث، الا لو اجتمعت سمات كتير بتدل على حاجات ليها علاقه بالماديه هنا ينفع يكون مادي، دي قصه تاني بقى. طيب نكمل التحليل. من ضمن الحاجات اللي عنده برضو ان الحاجب بتاعه، بص كده ركز معايا، الحاجب بتاعه تقريبا كله مستقيم على خط واحد. النوع ده من الناس بيكون مستقيم جدا في علاقاته، يعني شخصيه مستقيمه، يعني ما بيحبش اللف والدوران وما يعرفش اصلا يلف ويدور، ولغه الجسد عنده بتكون ضعيفه جدا لانه ما بيعرفش يعبر عن نفسه. يعني هو ممكن يكون عنده قدره على الاقناع لكن ما يعرفش يلف ويدور. خلي بالكم من الحته دي مهمه جدا علشان يقدر يقنع الاشخاص اللي هم اقل منه فكريا، لكن اي حد اعلى منه فكريا ثقافيا ماديا لا، هنا الاقناع مش هيشتغل بالدرجه. ده غير ان هو في حاله توماس اديسون هو ما كانش عايز يقنع توماس اديسون بحاجه، هو توماس اديسون اللي ضحك عليه اصلا. طيب من ضمن الحاجات اللي عنده هتلاقي في عظمه هنا خفيفه كده، فهو النوع ده اداري. الشخص ده بيحب ان هو يدير نفسه اكتر، يعني محدش يتحكم فيه، هو اللي يتحكم في الناس، وده طبعا بسبب الحساسيه وبسبب الانف ده، الانف دي دول كفيلين جدا ان لما توماس اديسون ضحك عليه قرر ان هو يمشي من المكان فورا. وهنا بقى الوجه كان مثلث، من ضمن الحاجات اللي في الوجه المثلث اللي هو اللي بيحاول يوصل بسرعه ان هو بيفكر بطريقه غير متوقعه. احنا اتفقنا ان هو عكس الوجه المربع، يعني بيهتم بالنظريات الغير واقعيه، يمكن ده سبب نجاحه، لكن مع الاشخاص في ان انت تتشهر، في ان انت تعمل فلوس، الحاجات دي كلها لا طبعا. وانا قلت لكم قبل كده ان الوجه المثلث دايما ما بيستمرش على هذه الشخصيه، بينقل على الشخصيه الثانيه. فهنا من وجهة نظري والله أعلم، لما ساب أديسون هنا هو فهم إن فكرة إن هو يوصل للي عايزه بسرعة والتفكير ده، التفكير ده غير منطقي إطلاقا. وهنا بقى لو جيت بصيت على وجهه وهو حجمه وهو عجوز في السن، هتلاقي الوجه ده يعني هو قريب شوية من الدلو، لكن عنده حتة العادات، شايفين الحفرة دي، عنده حتة العادات والتقاليد قوية جدا، وفي نفس الوقت شايفين العظماية اللي هي بتاعت المعين دي موجودة عنده. فالشخص ده بقي حقاني جدا بسبب الظلم اللي هو اللي اتظلمه، وبقي شكاك طبعا جدا، بص الانف بتاعته نزلت، بقي شكاك جدا، ما بقاش عنده مشاعر خالص ناحية الاخرين، هو خلاص بيفكر في العلم والبحث العلمي فقط، حتى الحواجب عنده اسرت جدا من هنا، خلاص بقى حتة الحساسية بقت مش موجودة لان هو اصلا ما بيتعاملش مع الناس. الوجه الدلو من الصفات اللي عنده ان ثقته في الناس صفر، واحنا اتفقنا قبل كده الوجه الدلو من الوجوه اللي ما بتتجوزش بسهوله وبيكون دايما عندها مشاكل في الجواز. عشان كده مثلا واحد زي دكتور مصطفى محمود، الشخص ده الوجه بتاعه دلو مش مثلث. الوجه المثلث بيعمر في الجواز لان الشخص ده عارف كويس جدا هو بيتجوز مين، هو بيتجوز واحده هتوصله للي هو عايزه، هترفعه. زي مثلا احمد العوضي، هو عارف كويس جدا ياسمين عبد العزيز هتعمل له ايه في التمثيل والفن وهكذا. لكن الدكتور مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود اتجوز مرتين ثلاثة تقريبا وحصل انفصال وحاجات زي كده، فالوجه ده دلو رسمي مش مثلث. عشان انا في ناس كان في واحدة كتبت لي في التعليقات دكتور مصطفى محمود مثلث، لا
قلت لكم قبل كده ما تخلوش حد يغلطكم. القصة ابسط من البساطة. في كورس هتلاقوه موجود في الاي اللي فوق دي. الكورس ده انا علمت الناس ازاي فيه، كان اللي هو الكورس المجاني اللي كل شوية بعمل مسابقة وبكسب الناس، علمت الناس ازاي تحدد اطار الوجه. الكورس ده لو انت دخلت اتفرجت عليه مش هتبقى فيه اي مشكلة اطلاقا في تحديد اطار اي وجه. بالعقل كده يعني يا صديقتي العزيزة، الوجه المثلث شخص وصولي ومتسرع جدا في تحقيق أحلامه. دكتور مصطفى محمود لو فعلا الشخص ده ألحد هيقول أنا ملحد في زمن كان الوقت فيه ده، لو حد ألحد الناس تكرهه وفعلا الناس تكرهته وشعبيته قلت جدا في الوقت ده، يعني حتى كلام مش منطقي. لكن الوجه الدلو ينفع جدا يبقى ملحد لأنه بيفكر في العلم كتير وبيحاول يربط ده بالدين، ولو ما لقاش تفسير منطقي لحاجة زي كده بيلحد بسهولة. طيب اخر حاجة بس ممكن اقولها في التحليل، بص العين عنده بقت نازلة لتحت كده، شايف بص الزاوية دي نازلة لتحت، الزاوية دي طالعة لفوق، يعني بقى شخص لئيم. بلاش نقول كلمة لئيم، لكن نقدر نقوله بقى طبعا شخص حذر، عينيه بقت ضيقة جدا، تلاقي كانت ضيقة من الاول. يعني العين اللئيمة دي الشخص ده من النوع اللي هو ما بيشتكيش، يعني لو عنده مشاكل او عنده اي حاجة زي كده بيخليها لنفسه ما بيتكلمش فيها مع الناس. يعني باختصار شديد كده الشخص اللي قدامي اللي هو العجوز ده انطوائي رسمي، ده ما بيتعاملش مع اي بني ادم. اذا الكلام بتاع التاريخ اللي انا كنت عمال بتكلم فيه دلوقتي ده كلام صحيح جدا وينطبق على الشخصيه دي. طب تعالى ندخل بقى على مين، على الحاج توماس اديسون، ونشوف هل الراجل ده فعلا كده شخص وحش ولا لا. مش باينه دي اهو، هو اصلا من غير تحليل فراسه بص شكله عامل ازاي. طيب ما علينا، خلينا كده نمسك من الاول. طبعا هو الوجه بتاعه باين ان هو وجه دلو، واضح جدا يعني ان هو دلو. طيب مبدئيا كده بص، شايفين الخط اللي في الراس ده، دي معناها ان الشخص ده عنده حرمان عاطفي، يعني هو ممكن يكون بقى شخص مش كويس بسبب حرمان عاطفي حصل له زمان. انا ما اعرفش بصراحه التاريخ بتاعه قوي في الصغر كان عامل ازاي. طيب الحواجب، الحاجب تحديدا اللي هنا اللي هو في الناحيه العمليه، بص الحاجب كده طالع لفوق وهوب بس كده، مفيش حاجب هنا في الجزئية دي. الشخص ده احنا بنقول عليه ايه؟ ما عندوش قدرة على التواصل. يعني ايه؟ يعني ما بيفكرش في الناس، ما بيفكرش في آلام ومعاناة الناس، تولع الناس. لا انا اهم حاجة عندي نفسي، يعني النوع ده من الناس ينفع جدا ان انا اقول عليه شخص اناني. طيب الحواجب الكثيفة والشعر التقيل اللي فيها ده، النوع ده من الناس بيكون غلس كده وغتت وشخصيته قوية جدا، ممكن ان هو يهزر مع الناس يمد ايده ولا حاجة زي كده، بس ده مش هيعمل كده عشان وجه دلو، لكن يعني اللي هو تقيل في هزاره، فاهمين الفكرة؟ والنوع ده من الناس اللي حواجبه بالمنظر ده كثيفة سميكة شعراية تخينة، ده بيكون شخصيته قوية جدا، شخصيته قوية وغتت، يعني فاهمين الفكرة؟ طيب الشخصية القوية دي لما يكون الحاجب قريبين من بعض ينفع اقول على الشخص ده حساس؟ لا ما تتقالش كده، هو حساس بس ايه، ما تتقالش كده، الشخص ده انت مش هتشوفه حساس. ينفع تقول عليه قماص. قماص دي كلمة مصرية بس المعنى بتاعها يعني يتضايق من اقل حاجة، بس الضيق بتاع شخصية قوية زي كده ان هو هتلاقيه ما بيعبركش، بيتعامل معاك بعد كده ببرود بتناحة، فاهم اللي هو كده، يعني بدل ما كان بيتعامل معاك كويس لا فجأة هتلاقيه يتعامل معاك بغتاتة لمجرد ان انت قلت كلمة ضايقته، لمجرد ان انت ما وافقتوش على رأي. تمام؟ عشان تاخدوا بالكم من الحتة دي، هو حساس بس في الوجه ذو الشخصية القوية المعنى يختلف. طيب العين، العين طبعا عين طاووس. لا دي مش طاووس، ده ديكتاتوري. بصوا كده، العين دي عين تحليلية، ولو ان ثواني عين الطاووس ينفع تركب على شخص ناجح فعلا لو الوجه بتاعه دلو، لان النوع ده من الناس هيقارن بس هو عنده علم، وفي الحالة دي كمان ده تحديدا شخصيته قوية، بس بسبب عين الطاووس يضرب اي حد لو شافه ان هو هيبقى انجح منه، وده الوحش في عين الطاووس. عين الطاووس دي حاجه مش كويسه على فكره يا جماعه. طيب ما علينا، بصوا كده ركزوا معايا في الحته دي عشان انا بشوف التعليقات عين الطاووس، عين فزار، الناس فاكراها حاجه حلوه. الطاووس شكله جميل ايوه، لكن العين لا مش حلوه، شكلها حلو على فكره برضو لكن معناها مش حلو. طيب بصوا كده، شايفين الجلده دي اللي هي نازله كده على العين؟ النوع ده من الناس بيكون ديكتاتوري، اللي في دماغي انا بس هو اللي هيمشي، انا بس اللي رايي هيمشي على الناس. هي شخصيه صعبه بالتلازينه يعني. وبعد كده الانف اللي هي العظمه الكبيره اللي فيها دي، شخص مسيطر جدا.
يعني عارف كده، تحس ان الشخصية اللي قدامي دي اكنها دلو على مربع، بس كشخصية، لكن كتحليل اطار وجهه هو دلو، بس انت تحس كده ان هو ايه، في صفات المربع مع صفات الدلو بالشخصية اللي انا حللتها. طبعا اكيد الشفايف الفوقانية رفيعة لا يكن مشاعر الاخرين، الشفايف التحتانية بالعقل يعني رفيعة برضو، شخص بخيل جدا، بس مش محتاجين اي حاجة تاني في الـ بس يعني اخر حاجة، بس شايفين الخط ده، الخط ده معناه ان الشخص بيتكلم كتير. لما الخط يكون كامل لتحت الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه حقق نجاحات في حياته، حقق نجاح، اصل في خط بيكون نازل من الفم، بس ده حاجة تاني ده. بس طبعا اخر حاجة العين، شايفينها ضيقة ازاي، النظرة بتاعتها اصلا من غير تحليل فراسة، يعني شخص خبيث والعين بتاعته غائرة، فهو خبيث جد، مش اي حد يعني غائرة يبقى خبيث، بس جد، بس مع الوصف اللي انا وصفته ده بتربيطة بسيطة اي حد يقدر يستنتج انه خبيث، نظرته فيها خبث. الناس بتوع الوجه البيضاوي ايه قولوا لنا شايفين ايه في الصورة دي، اكتبوا في التعليقات تحت، يهمني جدا ان انا اسمع رأيكم على فكرة. وعلى فكرة في الكورسات لما بيكون حد معايا وجه بيضاوي، قبل ما ابتدي احلل اي حد اجيب الصورة، يا فلان الشخصية دي شايفها ايه، يقولي مثلا ده بخيل جلدة وبتاع، يا فلانة الشخصية دي شايفها ايه، فاكتبولي في التعليقات تحت انتوا شايفينه عامل ازاي من غير التحليل اللي احنا بنحلله ده. بس كده احنا خلصنا خلاص، مش محتاجين نتكلم فيه اكتر من كده، كلهم علماء في النهاية واستفدنا منهم طبعا. المهم ان انت لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك، وتنساش ان انت تشترك في القناة، وتنساش ان انت تفعل زرار الجرس علشان توصلك فيديوهاتي اول باول. ومعلش انا اسف طولت عليكم، بس الفيديو يعني يستاهل الصراحة ان هو يبقى طويل كده يعني، ولا انتوا ايه رأيكم؟ وبس سلام. ما قلتلوش صح، الحركة دي عجبتكم ولا لا؟ شوف.